الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وعزه وفي البحر عظمته وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته وفي كل شيء آيته وحكمته وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وخليله أرسله الله رحمةً للعالمين وحجةً على الخلائق أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات ربي وسلامه عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وآله والمقتفين للأثر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار نعوذ بالله من النار ومن مآل أهل النار معاشر الصائمين والصائمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير أيها الأحبة في الله إن عنوان خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى هو عبارة عن سؤال سؤال مخجل ما المسؤول عنه بأخجل من السائل جئت اليوم في هذه الخطبة لأسألك أخي الكريم أختي الكريمة أسألكم وكلنا مقصرون في جنب الله العظيم هل انتفعنا بسماع كلام الرحمن الرحيم هل تأثرنا بسماع القرآن العظيم أين دمعتك أين دمعتك في دموع الباكين وأين زفرتك بين زفرات التائبين وأين دمعتك من خشية رب العالمين وأين عبرتك رجاء أرحم الراحمين وأين دمعتك من حب أكرم الأكرمين أيها الأحبة في الله روى الترمذي في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله أو واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله قال أبو ذر راوي هذا الحديث لوددت أني كنت شجرة تعضد نظر وهيب بن الورد رحمه الله تعالى إلى قوم يضحكون فقال إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين وإن كان هؤلاء لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين وقال محمد بن واسع رحمه الله تعالى لرجل إذا رأيت رجلا في الجنة ويبكي أكنت تعجب منه أو كنت تعجب من بكائه قال بلى قال فالذي في الدنيا يضحك ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه أيها الكرام
إن البكاء لذكر الله ومن خشية الله ولحب الله له فضائل كثيرة. لماذا الحديث عن البكاء؟ أيها المؤمنون والمؤمنات، معشر الصائمين والصائمات، يا عمر بيت الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن مقامات الإيمان ثلاثة، مقامات الإيمان ثلاثة: حب الله وخوف الله ورجاء الله. فمن أحب الله بكى شوقا إليه وخوفا من فوات قربه، فأعظم بلية أن يحتجب عنك رب البرية. ومن خاف من الله بكى من ذنوبه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن رجا الله بكى رجاء رحمته وطمعا في أن يدخله جنته. فلما ذهبت هذه المقامات الإيمانية الثلاث تركنا البكاء لذكر الله تعالى. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: لكل شيء علم، أي لكل شيء علامة تدل عليه، لكل شيء علم، وعلامة الخذلان ترك البكاء، ولكل شيء صدأ، وصدأ القلوب الشبع. فتعالى أخي الكريم، أختي الكريمة، إلى هذا المقام العظيم والمنزل الكريم لتستمع إلى ما يبين لك فضل البكاء من ذكر الله تبارك وتعالى. أولاً اعلم، وفقني الله وإياك لطاعته، أن الله تبارك وتعالى ذكر البكاء في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، لا سيما في السور المكية في بداية الدعوة إلى الله، حتى يتربى الصحابة على هذا الأمر. ففي سورة مريم قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، أو أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال الله جل وعلا في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بل إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وعلى سلطانه أنكر على من سمع القرآن ولم يبكي، فقال تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أيها الأحبة، هذه الآيات الثلاث التي سمعتموها الآن كلها وردت في سورة مريم والإسراء والنجم، وهذه السور الثلاث سور مكية. كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يربي الصحابة في بداية الدعوة إلى الله على هذه العبادة التي فقدها كثير من الناس. ثانياً، لما كان البكاء من ذكر الله تعالى، ولما كان البكاء لسماع القرآن بهذا المقام، عاتب الله تبارك وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 4 سنين فقط من إسلامهم. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين فقط. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم اعلموا كذلك أن لما أراد الله تعالى أن يثني على من أسلم من أهل الكتاب ذكرهم بصفة البكاء. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم اعلموا كذلك أن البكاء
من خشية الله نجاة يوم القيامة من حر الشمس ولهيبها. فلا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل. قال سليمان قال سليم بن عامر رحمه الله تعالى: فما أدري ما الميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ولكن في ذلك الموقف العصيب، في ذلك الموقف العصيب وفي أرض المحشر والشمس دانت من الخلائق والناس في عرقهم على قدر أعمالهم، في ذلك الموقف العصيب هناك أصناف من الناس وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر، ففاضت عيناه أي فاضت الدموع من عينه، حتى إذا رأيت العين تظن أن العين هي التي فاضت لكثرة بكائه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله حرم النار على عين بكت من خشية الله. فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت وبكت من خشية الله. الله تعالى حرم النار على عين بكت ودمعت ولكن من خشية الله تعالى، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على عين كفت عن محارم الله. فلا تنظر إلى ما حرم الله. كذلك روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. بل إن الله جعل تلك العبرات وتلكم الدموع من أحب الأشياء إليه سبحانه. روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع من خشية الله، وقطرة دم تهرق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة الله. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأمر أصحابه بالبكاء. فقد روى الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجت؟ دلني على طريق النجاة، دلني على سبيل النجاة، كيف أنجو من عذاب الله يوم القيامة؟ دلني على النجاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وروى الطبراني في الأوسط عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن ملك نفسه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وما كان من الصحابة أيها الأحبة في الله إلا أن بلغوا هذا الأمر إلى من بعدهم. روى الحاكم عن ابن أبي مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الحجر أو في الحجر، فقال: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته. إذن أيها الكرام،
كانت هذه بعض فضائل البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. أما فضل البكاء عند ذكر الله تعالى إذا فتحت دواوين الإسلام وتراجم الأعلام ووقفت على دموع التائبين وعبرات الصالحين، فهذا شأن آخر، وذاك ما سنتحدث عنه بعد قليل. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني الله وإياكم بما سمعناه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وآله ومن اقتفى. ثم أما بعد، هل رأيت أيها الأخ الكريم المبارك الطيب، هل رأيت رحمك الله زياً ومنظراً أحسن وأجمل من سمت الصالحين؟ هل رأيت أيدك الله بطاعته تعباً ونصباً ألذ من نعاس المتهجدين؟ هل رأيت حفظك الله ماءً صافياً أرق وأصفى من دموع النادمين والمتأسفين؟ هل رأيت رعاك الله تواضعاً وخضوعاً أحسن من انحناء الراكعين وجباه الساجدين؟ وهل رأيت عافاك الله جنةً في الدنيا أمتع وأطيب من جنة المؤمن وهو في محراب المتعبدين؟ فتعال أيها الأخ الكريم الطيب المبارك لتعيش لحظات مع هؤلاء وتسمع أخبارهم في البكاء. هذا يبكي شوقاً إلى مولاه، وذاك ينوح خوفاً على بلواه، والثالث يبكي رجاء رحمة الله. ولعل في مقدمة الباكين سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي لجوفه صوت كصوت غليان القدر إذا اشتد. وروى ابن خزيمة عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا نائم وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفي الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ غمزني رجل بجنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك روى ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي عليه الصلاة والسلام بآية حتى أصبح يرددها، قام الليل كله يردد آية من القرآن: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويأتي نبينا وسيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يوما إلى أصحابه رضي الله عنهم يذكرهم ويأمرهم، يأمرهم بالبكاء. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام خطبة ما سمعت مثلها قط، قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس رضي الله عنه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، والخنين هو شدة البكاء. وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة يبكي ويقول:
وددت أني كبشا أملح يذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحتسون مرقي. وروى ابن أبي الشيبة عن علقمة قال: كان عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة العشاء الآخر بسورة يوسف وأنا في مؤخرة الصفوف، حتى إذا بلغ قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، سمعت لعمر نشيدا له من وراء الصفوف. كذلك أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند حسن أن عمر رضي الله عنه كان يبكي من خشية الله، وربما مر بآية فتخنقه، أو ربما مر بالآية من ورده بالليل فتخنقه، فيبقى في البيت أياما يعوده الناس يحسبونه مريضا. وكذلك خرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: رأى عمر أصحابه فجلس، أقال ادعوا؟ فدعوا. قال: فانتهت الدعوة فدعوت فرأيت دعاء فرأيته دعا وبكى بكاء لا تبكيه الثكلى، فقلت في نفسي: أي عن عمر هذا الذي تقولون أنه غليظ. كذلك جاء في ترجمة ابن عمر رضي الله عنه عن القاسم بن أبي بزة أن ابن عمر رضي الله عنه قرأ فبلغ قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى حتى خر على ركبتيه وامتنع من قراءة ما بعدها. كذلك جاء في حلية الأولياء عن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، وابن عباس ترجمان القرآن، وابن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يقول عنه ابن أبي مليكة: صحبته من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، أي قام نصف الليل، فيقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكرر وفي ذلك نشيج. يقول أبو رجاء العطاردي: رأيت ابن عباس وأسفل عينيه كالشراك البالي، وذلك لشدة بكائه أو من كثرة بكائه. وهذا العلاء بن زياد يقول قتادة عنه: كان العلاء قد بكى حتى عشي بصره، أي حتى عمي بصره، وكان إذا أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء، وكان أبوه قد بكى حتى عمي. ويقول مطر الوراق رحمه الله تعالى: كان الحسن إذا ظهر كأنما جاء من الآخرة يخبر عما عاين. ويقول إبراهيم بن عيسى: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. وهذا ثابت بن أسلم البناني قال: حماد بن زياد رأيت ثابتا يبكي حتى تختلف أضلاعه، وكان يقرأ قول الله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فلا يزال يكررها في الليل أو في صلاة الليل يمتحب ويرددها. ونهاه أهله عن البكاء خوفا عليه من العمى، فقال: فما خيرهما إذا لم يبكيا. وهذا محمد بن المنكدر، وهو أحد الصالحين وأحد الزهاد والعباد. جاء في السير بينما هو قائم ذات ليلة يصلي إذا به يبكي، فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله فسألوه فاستعجل، أي كأنه خرص عن الكلام وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم أي صديق له، فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي آية. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى معه أبو حازم فاشتد بكاؤهما. هذا حال محمد بن المنكدر، وما أدراك ما محمد بن المنكدر الذي قال عنه ابن المجيشون: إن رؤية محمد بن المنكدر لتنفعني في ديني، فكيف بمثلي ومثلك أخي الكريم. وقال أبو نعيم: كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما. أيها المؤمنون، إن أهل البكاء من خشية الله قافلة ضخمة حطت ركائبها في سوق رحبة، اشتروا البكاء من خشية الله، تلك البضاعة التي زهد فيها معظم القوم إلا من رحم الله،
آيات تتلى وأحاديث تروى ومواعظ تلقى والعين قد أصابها الجذب والقحط. فنسأل الله تعالى أن يمطر علينا أمطار الرحمة والسكينة واليقين والطمأنينة، ونعوذ بالله سبحانه من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، نعوذ بالله من هؤلاء الأربع. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك، نسألك سؤالا واحدا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اعف عنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل دعاءنا وصالح أعمالنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا لطاعتك، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدي شباب المسلمين من بنات وبنين، اللهم أصلح شباب المسلمين من بنات وبنين، اللهم حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك منيبين لك مخبتين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وفك قيد أسرانا وجميع أسرى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وحلل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم كن للمستضعفين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام، واحقن دماء أهل السنة في العراق، اللهم كن للمسلمين في بورما واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا استووا أثابكم الله، سدوا الصفوف وسدوا الفرج وليهم بين يدي إخوانكم، رحم الله امرئ من ساوى نفسه واتبع إمامه وألام جانبه، ادعوا الله في سجودكم، أنتم في شهر الدعاء، سلوا الله العفو والعافية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما جرت العادة، الله يجزيكم بخير. المسجد محتاج إلى نفقات وصدقات. الله يجزيكم بخير. لا تبخلوا على المسجد، واعلموا أن ما أنفقتم من شيء